فضيلة الشيخ، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين أو المتحابين مثل النكاح، فهل في هذا حجة لمن يجوز الحب يعني بين النساء والرجال؟ وجزاكم الله خير. أول، هذا الحديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الناحية الطبيعية أنه إذا قدر أن يكون بين الرجل وبين امرأة من الناس محبة، فإن أكبر ما يدفع الفتنة والفاحشة أن يتزوجها، لأنه سوف يبقى قلبه معلقا بها، وكذلك هي. وهذا يقع، قد يسمع إنسان عن امرأة بأنها ذات خلق فاضل وذات علم فيرغب أن يتزوجها، وكذلك هي تسمع عن هذا الرجل بأنه ذو خلق فاضل وعلم ودين فترغبه. لكن التواصل بين المتحابين هذا هو البلاء، وهو قطع العناق والظهور، فلا يحل في هذه الحال أن يتصل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ويقول أنه يرغب خوفا من الفتنة. وإلا في الأصل أنه لو حصل أن ولي المرأة تخبره المرأة بأنها تريد فلانا مثلا فيتصل به، كما فعل عمر رضي الله عنه حين عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان. وأما أن تكون المرأة مباشرة تتصل بالرجل فهذا محل فتنة.